ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج القوس ليوم السبت 5 نوفمبر تشرين الثاني 2022. خلي كل المشاركين في المحادثات يتكلموا من غير ما تقاطعهم، هتندهش من كل ردود افعالهم بشكل كبير وواضح. كل العلاقات الحلوة النهاردة من حواليك هي دي تعتبر سبب رفاهيتك الداخلية، والصداقة هتبقى بتدفئ كل قلبك بشكل كبير وواضح. بالنسبة ليك النهاردة عاطفيا يا قوس، حياتك العاطفية هتميل نحو السلام والهدوء في اليوم ده. انت في مكانة حلوة جدا، عندك حس دعابة واضح وعندك قدرة علشان تستمتع بالحياة. كل ده هيخليك قريب جدا من شريك حياتك، والوقت يعتبر مناسب لو حبيت انك تزود علاقاتك اللي بتعتبر ودية اكتر. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا يا قوس، هتكون بتتصرف بطريقة هتخلي من المستحيل انك تشك في كل نواياك الحسنة نتيجة لكل فعاليتك في كل الامور المالية. بالنسبة ليك هتركز في تفاصيل المشاريع اللي عندك قبل ما تبقى صعبة ادارتها بعد كده. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 نوفمبر ل 2 ديسمبر. النهاردة اليوم مش هو اليوم المناسب علشان تقوم بأي شغل يعتبر شاق عندك. هتاخد قرار مهم علشان تناقش شروط اتفاق جديد عندك يعتبر مثالي أكتر. للرياضة لازم تبقى حذر من كل التجاوزات اللي بتبقى بتتعرض ليها. بالنسبة ليك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التانية مواليد 3 ديسمبر ل 12 ديسمبر. الجو ديناميكي اكتر، هيبقى عندك كل الاصول اللي انت بتحتاجها علشان تواجه التحديات والتحمس للمشاريع الجديدة. ما تسكتش رأسك في اي شيء، خليك دايما دارس الخطة بشكل منظم اكتر. بالنسبة لك النهاردة يا قوس، توقعات العشرية التالتة مواليد 13 ديسمبر ل 21 ديسمبر. هيدفعك الجو الحار النهاردة للحظة حلوة مناسبة في الشغل هتبقى بتلتزم بيها بالتواصل، وهتتحرك التحرك اللي لازم ليك اللي انت كنت محتاجه علشان تتوجه بطاقتك وتفكيرك بهدوء اكتر علشان تاخد القرارات الصح من غير ما تغلط. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، القمر هيبقى في برج الحمل، هيخلينا في نوبات خيالية اكتر، ونوبات فيها دفاع عن نفسنا، ونوبات فيها كآبة. كل حاجة تعتبر عفوية لكن في انصاف كتير للاجراءات اللي عندنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.